أولاً المهرجان ده أول مرة يقام مهرجان بهذا الحجم في الجامعة الأمريكية، وده شيء طبعاً يشرفنا جداً جداً، وهو مهرجان ثقافي بحت. يعني ثقافي أولاً هو مفتوح للجمهور ومفتوح لأن احنا نعرض كل منتجات التلامذة عندنا، والفعاليات بتبقى مش بس من عندنا في الجامعة، من جهات أخرى، وكل حاجة بقى يعني من أول مثلا الاختراعات الهندسية لحد الرسومات لحد الأفلام لحد الاستعراضات. في طبعا عروض مسرحية وفي عروض استعراضية، في بانل ديسكشنز كتيرة جدا في نقاط يعني مثيرة للجدل ومهمة قوي في الوقت الحالي. في برضو يعني كلها أحداث متغيرة جدا، وبس كلها تحت كوكبة المهرجان. الفعالية لا جميلة جدا صراحة، لسه بتبتدي أول يوم، فطبيعي أنه يبقى لسه يعني هتبتدي طبعا أكتر، متوقعين أن يبقى في يوم الجمعة ويوم السبت، لأن احنا أصلا مشاركين أن احنا هنعمل جولات في القاهرة للزائرين بتوع المهرجان، فمتحمسين جدا ليها. وانا هبقى في بانل في مناقشه بكره، هبقى جزء منها يعني، على اصلا الفعاليات بتاعه اسمها فيها حاجه حلوه، فبتتكلم على فعاليات اللي موجوده في القاهره غيري او امثله تانية زي اصدقائي اللي هيبقوا معايا في النقاش. انا مشاركه بالبراند بتاعتي اسمها فلورشي، بنعمل ورد بالكوشيه. احنا اصلا بدانا في الجامعه الامريكيه، يعني انا خريجه الجامعه الامريكيه، كان مشروع التخرج بتاعي ان انا عملت فلوشيه، عملت لها ويب سايت وعملت لها سيستم وكده. بدانا برضو كانت مسابقه هي اصلا في الجامعه، ودخلت بيها بالمشروع بتاعي ووصلت للتوب 10، والحمد لله يعني من ساعتها وانا شغاله في المشروع. الفعاليات النهارده لذيذه قوي والايفنت حلو، وان شاء الله هيبقى يتكرر كل سنه، بيحتفل بالقاهره، وانا مشاركه ان انا فنانه بصريه بتخرج من الجامعه، وده المعرض السنوي بتاع فنون بصريه. الايفنت طبعا حلو جدا، وكل الناس البروجكتس بتاعتها very inspiring، فمبسوطه جدا ان انا مشاركه بالبروجكت بتاعي مع زمايلي اللي هم they're very talented. انا مشاركه ببروجكت انتي بودي عن الاوتو اميون ديزيزز اللي هو الامراض المناعيه اللي هي بتقلب الجسم ضد نفسه. فالبروجكت ده عشان البني ادم لما بيبقى عنده مرض مناعي ما بيبقاش فيه سيمتومز كتير بتوري اللي جوه جسمه، اللي هو ان الجسم بيهاجم نفسه مش بيهاجم الفيروسز اللي بتدخله. فالبروجكت ده بيوري الهجوم ده بطريقه اكسترنال اكتر، لان كل الستراجل بيبقى حاجه انترنال من جوانا.